السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى. النهاردة هنشرح الدرس الرابع أجزاء النبات من أنشطة التعلم على المفهوم الأول احتياجات النبات من الوحدة الأولى العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية من منهج العلوم الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب. أجزاء النبات، نشاط، لاحظ كعالم، فكر. هنا يقول لك في رأيك هل العبارة التالية صحيحة أم خطأ؟ العبارة بتقول إيه؟ يحصل النبات على الماء من التربة ويصنع غذاءه بنفسه، والعبارة دي صحيحة زي ما احنا شرحنا في الدرس السابق. بعد كده أجزاء النبات، تختلف النباتات فيما بينها في الشكل. يبقى النباتات بتختلف فيما بينها في الشكل، ولكن إيه؟ كل النباتات لها نفس التراكيب الداخلي. يبقى تختلف النباتات فيما بينها في الشكل، ولكن كل النباتات ليها نفس التركيب الداخلي، لها نفس التركيب الداخلي، حيث تتشارك أجزاء النبات المختلفة في عملية تحويل الموارد إلى طاقة يستفيد منها النبات. يبقى النبات، أجزاء النبات دي بتعمل إيه؟ بتتشارك معا في تحويل الموارد إلى طاقة يستفيد منها النبات. فأول تركيب عندنا من تركيب النبات الجذور. الجذور دي تبقى موجودة فين؟ تحت التربة. تحت إيه؟ التربة. إيه وظيفة الجذور؟ تثبيت النبات في التربة. يبقى الجذور هي اللي بتثبت النبات في التربة. الوظيفة الثانية امتصاص الماء والغذاء اللازم من التربة لصنع الغذاء. امتصاص الماء والغذاء اللازم من التربة لصنع الغذاء. يبقى وظيفة الجذور، أول حاجة احنا قلنا الجذور تبقى موجودة فين؟ موجودة أسفل سطح التربة. إيه وظيفتها؟ بتثبت النبات، بتخلي النبات ثابت في الأرض. يبقى تثبيت النبات في التربة. وتاني امتصاص الماء والغذاء اللازم من التربة لصنع الغذاء. بتمتد من الجذور زوائد تشبه الشعر. يبقى هنا عندك الجذور بيمتد منها ايه؟ زوائد. الزوائد دي تشبه الشعر، تسمى ايه؟ تسمى الشعيرات الجذرية. يبقى تمتد من الجذور زوائد تشبه الشعر، تسمى الشعيرات الجذرية. ايه وظيفة الشعيرات الجذرية؟ زيادة كمية الماء والعناصر الغذائية اللي تمتصها الجذور. يبقى الشعيرات الجذرية بتساعد على زيادة كمية الماء والعناصر الغذائية التي تمتصها الجذور. التركيب الثاني اللي معانا الساق. الساق وظيفته ايه؟ أول حاجة وصفة الساق بتنقل الغذاء لكل أجزاء النبات عبر أنابيب تسمى الأوعية. يبقى وظيفة الساق ينقل الغذاء لكل أجزاء النبات عبر أنابيب. الأنابيب دي تسمى إيه؟ تسمى الأوعية. وظيفة الساق حاجة تانية، بتدعم النبات وتساعد على بقائه واقفا. تساعد على بقائه إيه؟ واقفا. يبقى الساق بتخلي النبات واقف على الأرض، تدعمه وتساعده على البقاء واقفا. تنمو الأزهار أحيانا من براعم موجودة على ساق النبات، وتلاقي الأزهار دي إيه؟ تنمو من براعم، البراعم دي موجودة على ساق النبات. يبقى الساق بيحمل براعم اللي بيطلع منها الأزهار. وبيحمل إيه تاني الساق؟ يحمل الأوراق. يبقى الساق بيحمل الأوراق، ويحمل إيه تاني؟ ويحمل البراعم اللي بتطلع منها، اللي بتنمو منها الأزهار.
يبقى تنمو الأزهار أحيانا من براعم موجودة على ساق النبات. للساق أشكال عديدة، للساق أشكال عديدة منها. يبقى إيه أنواع أشكال الساق؟ في عندنا الساقان الرأسية المستقيمة، والساقان الخشبية، والساقان الضرنية، والساقان المتسلقة، والساقان المدادة. يبقى أشكال الساقان: ساقان رأسية مستقيمة، ساقان خشبية، ساقان ضرنية، وساقان متسلقة، وساقان المدادة. أول نوع معانا الساقان الرأسية المستقيمة. الساقان الرأسية المستقيمة تنمو رأسيا إلى أعلى، يبقى تنمو رأسيا إلى إيه؟ إلى أعلى، مثل ساقان أغلب الزهور. أما الساقان الخشبية عبارة عن ساقان غليظة وصلبة، يبقى الساقان الخشبية غليظة وصلبة، مثل إيه؟ جذوع الأشجار والشجيرات. يبقى اسمها جذوع الأشجار والشجيرات، دي عبارة عن ساقان خشبية. ساقان خشبية إيه؟ غليظة وصلبة، مثل جذوع الأشجار والشجيرات. في بعد كده عندنا الساقان الضرنية. الساقان الضرنية دي بتمتد تحت الأرض مثل البطاطس، يبقى الساقان الضرنية تمتد تحت الأرض مثل البطاطس. في بعد كده الساقان المتسلقة، لا تقوى على حمل نفسها في الهواء فتتسلق على النبات آخر. يبقى الساقان المتسلقة لا تقوى على حمل نفسها في الهواء، وبتعمل ايه؟ تتسلق على نبات آخر زي ما احنا شايفين في الصورة، أو على الحوائط مثل سيقانية، مثل سيقان العنب. طب في بعد كده عندنا السيقان المدادة. السيقان المدادة دي بتمتد أفقيا على سطح الأرض، يبقى السيقان المدادة بتمتد أفقيا على سطح الأرض، مثل سيقان ايه؟ مثل سيقان الفراولة، مثل سيقان الفراولة. بعد كده عندنا الأوراق. يبقى احنا خدنا الجذور، السيقان، الأوراق. أوراق النبات وظيفتها ايه؟ وظيفة الأوراق صناعة الغذاء للنبات من خلال عملية البناء الضوئي. يبقى الأوراق هي اللي بتصنع الغذاء للنبات. يبقى لما نقول وظيفة الأوراق تقول صناعة الغذاء للنبات من خلال عملية البناء الضوئي. بتحتاج الأوراق إلى الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس للقيام بعملية البناء الضوئي. يبقى الأوراق عشان تقوم بعملية البناء الضوئي بتحتاج إيه؟ تحتاج إلى ماء، غاز ثاني أكسيد الكربون، وضوء الشمس. بتحتوي على صبغة تسمى الكلوروفيل. يبقى الأوراق بتحتوي على صبغة تسمى صبغة إيه؟ الكلوروفيل، اللي بتعطي الأوراق لونها الأخضر. يبقى اللون الأخضر للأوراق يرجع إلى صبغة تسمى صبغة الكلوروفيل، بتوجد في الأوراق. تحتوي الأوراق على أنابيب صغيرة تسمى أوعية الخشب، تساعد على نقل الماء من الساق. يبقى الأوراق تحتوي على أنابيب صغيرة تسمى إيه؟ أوعية الخشب، تساعد على نقل الماء من الساق. طب عندنا الأوراق لها أشكال عديدة. يبقى الأوراق أشكال عديدة، منها أوراق مسطحة وعريضة مثل أوراق أشجار الموز. أوراق إيه؟ مسطحة وعريضة مثل أوراق إيه؟ أشجار الموز. وفي أوراق رفيعة تشبه الإبر. أوراق رفيعة تشبه الإبر مثل أوراق شجر الصنوبر. يبقى أوراق رفيعة تشبه الإبر مثل أوراق شجر الصنوبر. رقم 2، عملية البناء الضوئي. يبقى نشرح عملية البناء الضوئي. أول حاجة في عملية البناء الضوئي بيقولك بتمتص الجذور الماء من التربة. يبقى الجذور بتمتص الماء من التربة. بعد كده بيمتص الكلوروفيل الطاقة من ضوء الشمس. يبقى الكلوروفيل موجود في الأوراق بيمتص الطاقة من ضوء الشمس، وتمتص الأوراق ثاني أكسيد الكربون. بعد كده بتستخدم الأوراق الطاقة الضوئية من الشمس
في اتحاد ثاني اكسيد الكربون مع الماء لإنتاج العناصر الغذائية. يبقى يمتص الكلوروفيل الطاقة من ضوء الشمس، وتمتص الأوراق ثاني أكسيد الكربون. بتستخدم الأوراق الطاقة الضوئية من الشمس في اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع الماء لإنتاج العناصر الغذائية. ينتج عن عملية البناء الضوئي عناصر غذائية مثل إيه؟ السكريات والنشويات والدهون والبروتينات اللي بيحتاجها النبات ليعيش. يبقى ينتج عن عملية البناء الضوئي عناصر غذائية بيحتاجها النبات ليعيش مثل إيه؟ السكريات، النشويات، الدهون، البروتينات. ينتج أيضا عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسجين الذي تحتاجه جميع الكائنات الحية في عملية التنفس. يبقى عملية البناء الضوئي بينتج عنها إيه تاني؟ غاز الأكسجين. غاز الأكسجين ده، غاز الأكسجين بتحتاجه جميع الكائنات الحية في عملية التنفس. هنا بيقول لنا عملية البناء الضوئي عملية تحدث داخل الأوراق، ويتم من خلالها إيه؟ إنتاج غذاء النبات. يوجد في النبات أنابيب صغيرة أخرى تقوم بنقل الغذاء من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات، تسمى إيه؟ اللحاء. تسمى اللحاء. يبقى يوجد في النبات أنابيب صغيرة أخرى تقوم بنقل الغذاء من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات، تسمى إيه؟ اللحاء. ينتج أيضا عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسجين الذي تحتاجه جميع الكائنات الحية في عملية التنفس. يبقى ينتج أيضا عن عملية البناء الضوئي غاز الأكسجين. غاز الأكسجين ده تحتاجه جميع الكائنات الحية في عملية التنفس. الحياة على كوكب الأرض بدون نباتات مستحيلة. طب هنا السؤال بيقول لك أكمل عبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: الكلوروفيل، أوعية اللحاء، أوعية الخشب، البناء الضوئي. 1- يصنع النبات غذاءه بنفسه أثناء قيامه بعملية نقط أثناء قيامه بعملية البناء الضوئي. 2- أنابيب صغيرة تنقل الماء من الجذور إلى أجزاء النبات، تسمى إيه؟ أوعية الخشب. وأنابيب صغيرة تنقل الغذاء من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات، تسمى أوعية اللحاء. البحث العملي أعلى الصاد. نشاط: ابحث كعالم، فكر، اختر إجابة صحيحة. تمتص الجذور الماء والغذاء من التربة، ثم تقوم نقط بنقلها إلى باقي أجزاء النبات. ثم تقوم أوعية الخشب ولا الصخور؟ لا، أوعية الخشب. ثم تقوم أوعية الخشب بنقلها إلى باقي أجزاء النبات. هنيجي نشوف مع بعض انتقال الماء داخل النبات. تجربة لتوضيح انتقال الماء داخل النبات. الأدوات المطلوبة: ساق الكرفس، مقص، أكواب بلاستيك سعة 250 ملم، ألوان طعام، ماء، عدسة مكبرة، زهور القرنفل الأبيض، وده اختياري. الخطوات يقول لك اختر عمود من الكرفس، وافحص العود والأوراق جيدا من حيث الشكل والملمس، ودون ملاحظتك في الخانة قبل من الجدول التالي. بنكتب هنا فحص عود وأوراق نبات الكرفس، ونكتبها هنا من حيث الشكل والملمس. الخطوة الثانية: املأ الكوب بالماء، ثم أضف ألوان الطعام إليه، وبعد كده يقول لك قص حوالي سنتيمترين من الجزء السفلي لعود الكرفس. يبقى نيجي نمسك عود الكرفس كده، واتنين سنتي من الأسفل نقص 2 سنتي، وبعد كده نضعه في الماء اللي فيه إيه؟ اللي فيه ألوان الطعام. اترك عود الكرفس في الكوب بعيد عن المتناول إلى اليوم التالي. بعد كده بيقولنا لاحظ عود الكرفس ودون ملاحظاتك. الخطوة الخامسة بيقولك راجع شرح مكونات النبات، وقم برسم تفصيل للنبات، وتأكد من تحديد أوعية الخشب. هنلاحظ إيه؟ أول حاجة تلون عود الكرفس بلون الطعام المضاف إليه. يبقى عود الكرفس بيتلون بلون الطعام المضاف إليه. طب نستنتج من التجربة؟ نستنتج إن يوجد في النبات تركيب خاص
تنقل الماء من الجذع إلى باقي أجزاء النبات تسمى أوعية الخشب. يبقى يوجد في النبات إيه؟ تركيب خاص بتنقل الماء من الجذع إلى باقي أجزاء النبات تسمى أوعية الخشب. وبكده كنا وصلنا معاكم لنهاية درس النهاردة، أرجو تكونوا استفدتوا معانا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.